اللي عايز اوصل له ايه؟ ان لجنه الانضباط بتكثف حاليا من اجتماعاتها لاعلان عقوبتي مباراه الاهلي وبيراميدز والزمالك والمصري قبل انطلاق الموسم الجديد. هل حضرتك متخيل ان احنا واقعتين، يعني واقعتين حصلوا وماتشين وانت لغايه دلوقتي ما تعرفش ايه العقوبات؟ انت ما تعرفش ايه العقوبات؟ ليه؟ ليه استنينا ده كله؟ ليه بنرمي القصه؟ ابص الواقعه دي. خلينا نروح دلوقتي معايا الكابتن عاطف حسين الحكم الرابع في هذه المباراة، مباراة الزمالك والمصري وهذه الواقعة. كابتن عاطف مساء الخير. تحياتي ليك استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ كابتن عاطف، انت ليه ما كتبتش تقرير بالواقعة؟ طيب في البداية يعني انا سعيد ان انا بكلم حضرتك دلوقتي، وبعتذر لكل الاعلاميين والصحفيين الناس المحترمة طبعا، ان انا فعلا كلهم يعني حاولوا يتواصلوا معايا الفترة اللي فاتت. لكن انا طبعا حضرتك عارف ان تعليمات لجنة الحكام، وعارف ان احنا ما ينفعش نطلع في الاعلام نكتب تصريحات، تمام كده؟ تمام. فطبعا لما الناس كلها اتكلمت معايا، وللامانه اعلاميين كبار طبعا انا بعتذر لهم على الهواء، لان انا يعني ما كانش ينفع اتكلم طبعا في تفصيل اي واقعه. ولكن طالما الموضوع وصل لحد ان انا بيتم اتهامي ان انا ما كتبتش تقرير، لا طبعا انا لازم ارد ولازم اقول لا، في تقرير، ما فيش حاجه اسمها ما فيش تقرير يا استاذ ديسي. في تقرير؟ اكيد طبعا في تقرير. يعني انت بعد الماتش يا كابتن عاطف كتبت تقرير؟ طبعا فورا كتبت تقرير فورا بعد الماتش. كتبته منفصل ولا كتبته في تقرير المباراه مع الكابتن احمد الغندور، مرفق مع الكابتن احمد الغندور تقرير المباراه؟ هقول لحضرتك، احنا يعني طبيعه اي مباراه، انا مش بخص الماتش اللي حضرتك بتتكلم فيه الزمالك والمصري، طبيعه اي مباراه، وهرجع لك طبعا لماتش الزمالك والمصري، طبيعه اي مباراه طالما فيها احداث بيتم تدوين الاحداث ديت في تقرير. لو الاحداث ديت بتستدعي تقرير منفصل بنكتب تقرير منفصل موضح فيه الاحداث اللي هي اللي حصلت في المباراه، تمام كده؟ تمام. فده امر طبيعي في كل المباريات. الواقعه اللي حضرتك بتتكلم فيها مباراه الزمالك والمصري، مظبوط. فور انتهاء المباراه كان في احداث، فالاحداث ديت انا طبعا بدوري كحكم رابع في المباراه بلغتها لزميلي حكم المباراه كابتن احمد الغندور، فقلت له في احداث. فطبعا احنا بن بن بنقول الاحداث وطبعا بكتبها، انا كتبت تقرير. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن عاطف، معلش للمقاطعه، ليه ساعه الواقعه بالظبط ما ناديتش على الكابتن احمد الغندور وقلت له عشان يروح يطلع الكارت الاحمر لجوميز؟ ليه ما ناديتلوش؟ انا هقول لحضرتك، المصرح ليا انا اقدر اتكلم مع حضرتك فيه واوضحه، لكن الغير مصرح ليا بالحديث ما اقدرش ان انا اتكلم فيه، لان دي جهات ثانيه هي اللي ممكن تتكلم فيها، تمام كده؟ طب يعني انت يعني انت ناديت للكابتن احمد الغندور؟ معلش بس ما هو انا لما اقول لحضرتك على الواقع اللي انا ناديت الكابتن محمد كابتن احمد الغندور لعدمه، يبقى انا كده يعني بفشي التقرير بتاعي اللي انا كتبته. لا 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 والله انا مش عايز اللي انت كاتبه في تقرير بالنص، انا عايز اسالك انت ناديت له وقلت له الواقعه؟ بس انا مش عايز اعرف غير كده. انا 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 هقول لحضرتك على حاجه، عشان اقول لحضرتك انا ناديت له وقلت له الواقعه او ما ناديتوش وما قلتلوش او القصه كلها، يبقى لازم اشرح الواقعه وايه اللي حصل فيها. ما هي الواقعه الواقعه قدامنا على الشاشه على فكره. ما هي الواقعه حضرتك اللي بيتفرج قدام الشاشه غير اللي هو جوه الحدث نفسه، هو على فكره في اكتر من حدث في حدث واحد، حضرتك خدت الحته اللي ظهرت قدام الشاشه، لكن بقيت في حاجات ثانيه ما ينفعش ان انا اصرح بيها. فحضرتك انا هرجع للسؤال الاساسي بتاع سيادتك. اتفضل اتفضل. اللي هو حضرتك بتقول لي مفيش تقرير، ازاي مفيش تقرير؟ لا في تقرير، انا في تقرير كتبته منفصل وبعته لزميلي كابتن احمد الغندور، على فكره حكم المباراه الوحيد هو اللي مصرح له ان هو يرفع ال هو ليه اكسس هو ليه اكسس على الـ على مزبوط. على الـ على المباراه، لان مزبوط. المباراه هو حكم الرئيسي، هو اللي بيتبعت له الماتش، هو اللي بيدور فيه الاحداث، تمام؟ مظبوط مظبوط. فكابتن احمد الغندور بعد المباراه كلمني، يا احمد في قال لي التقرير، قلت له التقرير اهو، بعت له التقرير، تمام كده؟ وعشان هو يحطه على السيستم، وفعلا حط التقرير على السيستم، تمام؟ وانا بدوري برضو بعت التقرير للمعنيين، لجنه الحكام ولجنه المسابقات، بعته خلاص، احنا تمام. عملنا قمنا بدورنا، تمام تمام. فكون اللي احنا قمنا بدورنا وودينا التقرير في وقته الرسمي، يبقى احنا دورنا لغايه هنا انتهى. طب ليه كابتن محمد فاروق معايا في البرنامج هنا قال لي الحكم ما قدمش تقرير؟
انا للامانه انا يعني ما تابعتش وجود الكابتن محمد، فاكيد الكابتن محمد يعني لو عارف ان في تقرير اتقدم هو، بس هو كابتن محمد اساسا اعضاء اللجنه ممكن يكون التقرير ما بيروح لهمش. التقرير ده نائب رئيس اللجنه يا كابتن عاطف، يعني ايه ما راح لهمش؟ هل هو طلب التقرير وما راح؟ هل هو مثلا كابتن محمد لو كان سالني او سال احمد الغندور اكيد احنا كنا هنقول له يا كابتن في تقرير، لان احنا بعتناه للمنوط في التقرير. كابتن عاطف، كابتن عاطف، دي واقعه مهمه جدا، واقعه ما ينفعش كانت تعدي مرور الكرام. انت بناء على ايه انت بناء على ايه رحت رافع للجنه الانضباط؟ يعني دي واقعه ما ينفعش. لازم رئيس نائب رئيس اللجنه فين التقرير؟ عشان دي بس يا استاذ ياسين، انا مش دور ان انا ابعت للجنه الانضباط بتاعتي. انا عارف انا مش بتكلم على لجنه الانضباط، ازاي نائب رئيس اللجنه ما طلبش تقرير الواقعه دي؟ على فكره كابتن محمد فاروق حتى لو طلبه هو هيطلبه مني اكيد هطلبه، لكن احنا بنتبع النظام تمام كده، في سيستم خاص بالمباراه حطينا التقرير على السيستم، في مسؤول اللي هو بيتلقى مننا ال التقرير بتاع المباراه بعتناه للمسؤول تمام كده. تمام، فاحنا بعتنا التقرير للمسؤول. هل كابتن محمد تواصل مع المسؤول طلب منه التقرير؟ بس انا للامانه كابتن محمد ما تواصلش معايا وما طلبش مني تقرير، لان انا بعته في الوضع في التسلسل الطبيعي، احنا عندنا تسلسل طبيعي. تمام، انا متفق معاك. حطيناه على السيستم وبعتناه للمسؤول الاي تي بتاعي اللي هو بيبعت لي الماتش، بعته له التقرير عندك وعلى الميل كمان على فكره، والمسؤول المسابقات، فاحنا عملنا كل اجراءاتنا. كل اجراءاتك تمام. طيب انا هسالك برضو معلش بعد اذنك سؤال، ليه ما ناديتش الكابتن احمد الغندور قلت له بالواقع؟ اصل دي غريبه جدا يا كابتن عاطف، انت دولي تاني. اصل انت دولي، انت دولي يا كابتن، ما ينفعش تعدي عليك دي طبعا. بص يا استاذ ياسين، حضرتك لا يعني برضو عندك اصرار، وانا يعني مش اصرار يعني اعلامي شاطر انا عارف. لا والله مش لد... انا ده سؤال اتفضل. لما 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 طبعا يعني الناس لما بيتكلموني كتير، انا برضو مش حابب اطلع على فكره، ممكن يكون في حد محسوب على 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 فريق ما فهتتاخد ضدي ان انا، لكن انا عارف انك انت محايد جدا في 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 يعني كلامك وفي توصيل المعلومه، فبرضه حضرتك بتقول لي ليه الوقت دوت؟ انا لما اقول ليه يبقى انا بقول بحكي واقعه انا حكيتها في تقريري او انا اتكلمت عليها في تقريري. تمام تمام تمام، فاهمني؟ فطبعا احنا شغلنا عملناه، عارف انا ابقى مقصر امتى لما حضرتك تتكلم معايا دلوقتي؟ لما لا مفيش تقرير، مفيش احداث، يبقى مصر كلها طبعا احداث، وانا الوحيد اللي ما شفتش وانا الوحيد اللي ما بعتش. على فكره يا استاذ اتفضل، احنا لا يعنينا الالوان ولا يعنينا الاسماء. انا عارف انا عارف انا عارف، وكل ما يحدث وكل ما يصار على فكره، احنا انا خلال من المباراه من 17/6 ل 17/9 النهارده، انا وسائل الاعلام ويعني بتتناولني انا وزمايلي اللي في المباراه، انا واحمد وزمايلي الموجودين بشكل يعني ايه بشكل صعب شويه، لكن وبرضه انا بشكرهم على فكره، لان معظم الناس اللي تجاوزت وقالت والكلام ده كله وقالوا كلام على لساني وعلى لسان زمايلي ما حصلش امبارح، واول لما عرفوا ان في تقرير بيتبعث وعرفوا ان في اللي احنا ما سيبناش حقنا واصرنا اللي احنا نبعت التقرير في وقته الرسمي، الناس طلعت اعتذرت لنا على الهواء واقرت ان احنا عملنا شغلنا وقمنا بدورنا، فبالتالي احنا دايما احنا الحكام ما بيتكلموش كتير. انا معاك، وده المفروض ان الحكم ما بيتكلمش، انا مش مختلف معاك. طب انا عايز اسالك سؤال اخير بس بسرعه كده، هل في تقريرك كتبت حاجه تانية غير الواقعه دي؟ الكابتن ابراهيم نور الدين هيطلع هيتكلم معاك دلوقتي وهيقول لك. انا مالي وبال ابراهيم نور الدين؟ انت هتدخلني في ابراهيم نور الدين ليه؟ انا بسالك انت في حاجه تانية كتبتها في التقرير غير النقطه دي بس؟ مش هقول لك ايه هي، مش هقول لك ايه هي، بس في حاجه تانية اتكتبت بس؟ ما هو في حاجه تانية اتكتبت بس خلاص. هقول لك بقى، ده التقرير فيه 1 2 3، ما اقدرش اطلع التقرير برضه. يعني التقرير فيه 1، التقرير فيه 1 2 3، التقرير فيه نقاط طبعا، والنقاط ديت مستوى. ايوه، كم 1 2 3 ولا اكتر؟ 1 2 3 دوت ده مجازا، يعني انا بقول مجازا مش بقول نقط محدده. مش هروح وراك برضه يا استاذ محمد. ماشي يا كابتن عاطف، انا بشكرك وكان مهم التوضيح، وانا بشكرك انك اختصتنا هنا في برنامج الهدف بهذا التوضيح، لان فعلا كان مهم جدا جدا جدا، خاصه بعد تصريحات الكابتن محمد فاروق. اشكرك، انا اللي بشكرك جدا كابتن عاطف حسين.